جدد حزب المؤتمر الشعبي العام اليوم رفضه للعدوان السعودي الغاشم ضد بلادنا، داعيا إلى إيقاف العدوان واستئناف الحوار الذي كان قد بدأ في العاصمة صنعاء برعاية أممية ومن حيث توقف. وحمل المؤتمر في بيان صادر عنه اليوم المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسؤولية التاريخية والإنسانية تجاه ما يتعرض له شعبنا اليمني، والعمل على إيقاف العدوان ومحاسبة المعتدين ومواصلة الرعاية الأممية للحوار استجابة لتطلعات الشعب اليمني. وقال المؤتمر إن العدوان الهمجي الذي ذهب ضحيته الآلاف من الشهداء والجرحى لن يحقق أي نتيجة سوى تعميق الأزمة وفتح المجال أمام العناصر الإرهابية لممارسة أعمالها الإجرامية وإدخال المنطقة في دوامة من الصراعات والفتن والفوضى التي لن تنحصر على دول الإقليم بل ستؤثر على المجتمع الدولي نظرا لما تمثله المنطقة من أهمية على مستوى العالم.